عودة مجددة للأستاذ فهيم، وبداية لو تطلعنا على قراءتك لكلمة جلالة الملك المعظم في القمة العربية. تحياتي لكم. بداية كلمة جلالة الملك يعني كما عودنا دائما يعني تحمل كثير من الأمنيات والتطلعات وللرؤى البحرينية تجاه تعزيز العمل العربي المشترك حقيقة. والبحرين يعني دولة مؤسسة للخليج العربي في المنظومة العربية. المملكة البحرين دولة مؤسسة في منظومة العمل العربي، وبالتالي الحراك الذي ستقود إن شاء الله البحرين في المراحل القادمة حيكون استكمال لدورها الطليعي لتعزيز العمل العربي المشترك. نعم، ستعقد أيضا القمة العربية القادمة في مملكة البحرين، حدثنا عن أهمية ودلالات استضافة مملكة البحرين للقمة العربية القادمة. يعني في الواقع هي يعني بقدر ما تكون يعني هذه القمة يعني تشريف لمملكة البحرين، ولكن في نفس الوقت يعني تعطي كمان مسؤولية مضاعفة للبحرين لاستكمال مشروع تصفير الأزمات ويعني لم الشمل وتعظيم مخرجات إعلان جدة، لأنه انتقال القمة إن شاء الله بعد فترة إلى البحرين كما يقولوا ستحمل البحرين لواء يعني لم الشمل، وتمضي كذلك بإذن الله في مشروعها نحو يعني تصفير الأزمات وتعظيم العمل الاستثماري والاقتصادي الذي تحتاجه الشعوب العربية بشكل كبير. نعم، من الرياض الكاتب السياسي الأستاذ فهيم بن حامد الحامد، شكرا جزيلا لك.